مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. وزير العدل حافظ الاختام القاسم زغماتي يواصل تنصيب رؤساء المجالس القضائيه بعد ان اشرف على تنصيب رئيسه مجلس الدوله السيده فريده بن يحيى. وواصل الوزير ايضا تصريحاته، فبعدما تحدث امس عن الاداره الجزائريه وما قال إنها ساهمت في تسهيل الفساد وفي تسهيل وصول المفسدين والفاسدين في العهد السابق إلى الأموال العمومية، وكيف فقدت هذه الإدارة ثقة المواطن، وكيف أصبح يراها وحشا يهدد حقوقه عوضا أن تكون وسيلة للحصول على هذه الحقوق، ها هو اليوم يعود ليتحدث عن استقلالية القضاء واستقلالية القاضي. الوزير زغماتي قال إن استقلالية القاضي أو استقلالية القاضي لا يعني منح الحرية للقاضي أو الامتياز، بل هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه الحياد. وعن التأثر والتأثير بين القاضي ومحيطه قال الوزير زغماتي إن واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة، موضحا أنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تبقى أن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق هذه خصوصية المهنة. طبعا ربما كثير من المراقبين يرون بأن تصريحات الوزير زغماتي تريد أن تقول للرأي العام الوطني أن هناك بداية جديدة في قطاع العدالة، أن هناك حركية جديدة في قطاع العدالة. طبعا تصريحات الوزير زغماتي أيضا وكبتها تصريحات للسيدة فريدة بن يحيى رئيسة مجلس الدولة، هذه المرة من البويرة، حيث أشرفت على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء هذه الولاية. وأكدت السيدة بن يحيى على أن استرجاع الأموال المنهوبة من الأولويات الملحة للعدالة. طبعا هذا بعدما صرح الوزير زغماتي طيلة الأيام الماضية حول هذا الموضوع، وقال بأن الدولة سوف تبذل كل جهدها بصورة سريعة وفعالة من أجل استرجاع هذه الأموال. اليوم رئيسة مجلس الدولة ربما هي ترأس إحدى الهيئات القضائية المهمة في هذا المسعى وفي هذا الإطار من أجل استرجاع الأموال المنهوبة. طبعا تبقى القنوات الداخلية والخارجية مهمة جدا حتى نصل إلى هذا الهدف. طبعا اليوم نقاشنا القانوني والحقوقي والقضائي ومسار متابعة الأموال المنهوبة ومسار التعامل مع المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد نطرحها اليوم، هذه النقاط نطرحها رفقة الأستاذ سليمان العلالي الناشط السياسي والحقوقي. أستاذ العلالي أهلا بك، في قناة البلاد المحترمة. مرحبا بك ونشرف بك مرة أخرى. الوزير اليوم أستاذ تحدث مرة أخرى استقلالية القضاء، من جهة قالك هي موجودة وينبغي أن نلح عليها ونصر عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه المسؤولية ليست امتيازا ولا ينبغي له أن يستعملها ويستغلها في تحقيق امتيازاته الشخصية، كيف تقرأ بين هذا وذاك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، منذ مجيء الوزير الجديد بالقاسم زغماطي إلى قطاع العدالة شفنا عنده تصريحات عديدة ويؤكد على كلمة الفساد 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 واستقلالية القضاء. هو هذا المطلب الذي خرج من أجله جل الشعب الجزائري منذ 22 فبري ليركز على نقطة هامة وهامة جدا، وهي استقلالية العدالة وقطاع العدالة يجب أن يكون حرا وسيدا في اتخاذ قراراته. هو اليوم يركز السيد الوزير على القاضي كشخص، القاضي هو كيفاش لازم يكون ما عندوش تأثيرات ولازم يكون حر في اتخاذ قراراته وما يخافش الضغوطات ولازم كيفاش نكافحوا الفساد. احنا نشوفوا انه تصريحاته للسيد الوزير المحترم نشوفوا فيها هي اعطاء روح قويه للقضاة، هي منح جرعه زائده للعداله عليه باش يقولوا لهم عملوا ما تخافوش، لانه مكافحه الفساد ما هيش بشيء سهل،
كما يعتقدوا بعض الناس جيب بعض المواطنين البسطاء يعتقد انه كاين ناس يجيبوهم يحطوهم في الحبس، هذه مكافحة الفساد، فساد في اجراءات كي. ربما هذا الموضوع انا لما قريته جاء في ذهني ما تم الاسبوع الماضي من اجراءات توقيف قضاة وانهاء مهام وتحقيقات وكذا، وحتى جاء بيان من نقابة القضاة يعني نددت فيه ما وصفته بالتشهير، وانه ليست هكذا تتعامل السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية. اليوم ربما الوزير اراد ان يضع نقاط الحروف هنا، اكد من جهه على الاستقلاليه ومن جهه اخرى على مسؤوليات هذا القاضي. احنا دائما كقانونيين وكحقوقيين نطالب باستقلاليه السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه على السلطه الشرعيه، مبدا فصل بين السلطات. الاشكاليه اللي مطروحه هنا هي ماهيش بمفهوم انه مشكل، هي 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 اشكاليه. القضاة الجدد او المعينين جدد نواب عامين او وكلاء جمهوريه او رؤساء المجالس هي 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 ضخ دماء جديده، هي اعطاء روح جديده في القطاع العداله، باش الوزير هذا اللي جاب هذو الناس يخدموا معاه، لانه معظم النواب العامين السابقين هم محسوبين على الفتره السابقه، نقولوا النظام السابق. هذو الناس الجدد الوزير كي جابهم لمحاوله اعطاء ديناميكيه وروح جديده وقوه جديده ودفع جديد في جهاز العداله، باش يخدموا بكل اريحيه ويقولوا لهم رانا هنا ما تخافوش الضغوطات، اخدموا اي شكوى اي ملف تشوفوه فيه فساد حركوها على النيابه العامه، اي تشوف اي مشكل تتحرك. الوزير قال ايضا استاذ علالي انه هذه الاستقلاليه اي استقلاليه القضاء او القاضي تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى اساس القانون والادله المعروضه عليه دون تاثير خارجي. التأثير الخارجي ما هو بالضبط هنا؟ من يؤثر على القاضي؟ خصوصا أنه ربما في هذا الظرف الحساس متابعات ومكافحات الفساد ومسارات متعددة، ماذا يعنيه الوزير برأيك؟ هذا هو الأمر اللي قلت لك على القضاة جيتهم فترة صعبة. كان بعض القضاة وخاصة الجديد هذو ربما ملفة الفساد أول مرة يعالج ملف الفساد، وما هوش بالامر السهل، ملف الفساد فيه خبرات، فيه تحقيقات، فيه تشعبات، فيه كثيره يعني. بارك الله فيك. ملف يخرج ملف، هو كيقول على القاضي ان شاء الله ما يتعرضش لتاثيرات داخليه ولا خارجيه. هو المقصود هو القاضي هو بشر، هو انسان يمكن يخطئ عادي، هذا هو القاضي هو بشر. ولكن الا جينا نعملوا المنطق، القاضي عنده مواد قانونيه يطبقها ويتجرد من العاطفه تاعو، اذا كانوا كل هؤلاء اللي متهمين في الحبس حتى الان ما هو ما نقول ترى ربما الوزير هنا يريد ان يقول ضمانا للجميع سواء للقضاة ام المتقاضين. نعم. عهد قضاة التليفون انتهى، احنا نقولوا باذن الله القاضي يحكم بالقانون. احنا نقولوا تفائلوا خيرا ان شاء الله تجدوه، احنا ان شاء الله نقولوا هذا عهد جديد للعداله، فتحنا صلاح صفحه جديده ما بعد 22 فيفري، هي صفحه جديده في العداله، احنا هذا هو املنا ورجاؤنا. باش نقولوا احنا عاد التليفون ان شاء الله تنتهي، هذا المصطلح اللي الناس تعرفوا عليه، قالوا القاضي يقول لي تليفون، احنا نقولوا ان شاء الله هذا الامر املنا ورجاؤنا ينتهي في هذه الفتره ان شاء الله، نقضيه على هذه الظاهره السيئه التي شوهت صوره العداله الجزائريه. ونعاود نقولوا للقاضي، القاضي هو فرد، هو انسان عنده حقيقه، عنده حقيقه الميول، وعنده وبالتالي كيجي يفصل في الملفات وخاصه ملفات الفساد عنده مواد قانونيه يستند ليها، يتجرد من العاطفه تاعو وان شاء الله ما يتاثر حتى بتاثير لا داخلي وخارجي، وعنده الرقيب تاعو هو الله الضامر تاعو. التاثيرات مثلا تاثيرات للعصابه، ادروع للعصابه تحاول تضغط باقاربها بناسها بالاعلام، اعلام يحاولوا يبرؤوا ناس احنا مازال ما شفناهمش، احنا حتى لهذه اللحظه الناس اللي في الحبس ما قلناش مدانين، هم متهمون. متهمون، هذه النقطه الاساسيه اللي لازم يفهموها الناس، هم متهمون. نهار يروحوا للعداله والعداله دينهم باحكام نتم نقولوا هؤلاء اصبحوا مسجونين وراهم في الحبس خلاص، هذا عندهم احكام قضائيه، حتى الان هم مجرد اشخاص متهمين. ثقتنا كبيره في العداله وما عندنا حتى اشكاليه ولا عندنا حتى مشكل ولا عندنا حتى اتهام للعداله نقولوا راهي موجهه سهام الاشخاص غلطين. احنا هو ربما الوزير ايضا قال عباره ربما اعطى فيها او القى فيها بمسؤوليه كبيره على قطاع العداله، قال لك الوزير لو نتامل مثلا كل مطالب الحراك الاجتماعي والحراك اللي صار في الجزائر وهو يحصل حاليا نجد ان تقريبا جميع هذه المطالب تنصهر في شعار العداله، يعني لما تتحقق العداله كل شيء راح يبقى في مكانه، كل شيء راح يتسقم، يعني هذه مسؤوليه جسيمه ثقيله وجسيمه. زميلي المحترم 22 فيفري بل من قبل 22 فيفري كل مطالب الشعب الجزائري تتمحور ثلاث محاور اساسيه. هي قطاع الصحه كيروحوا يداووا الناس يلقاو المستشفيات يلقاو السبيطارات، وانا شفنا احداث في المسيله
مشكل التربية تعليم بصفة عامة سواء في الابتدائي وفي الجامعات، وشفنا الكوارث، شفنا حتى التسجيل تاع الوزير الأسبق ورئيس الحكومة السابق واش يحكي على الجامعة، يقول لهم يشرف لي موضوع، وبالتالي هو راه عارف القطاع تاعو كيف واش كان قطاع التعليم واش كان فيه. والقطاع الثالث اللي يهم الشعب وهو قطاع العدالة، دائما في التدخل تاع نركز عنا العدالة هي اللي تعاود ترجع الثقة بين المواطن والدولة. أي مواطن بسيط علاش واش علاه يقول العدالة؟ شو معناتها العدالة؟ المواطن البسيط اللي يخدم مسكين في البلديه ولا يخدم في وظيفه عموميه، اذا كان عنده مشكل مع وزير او مع مسؤول كبير في الدوله او مع رئيس بلديه كيروح يتحاكم في العداله مع هذو الاشخاص ويجيب حقه، تكون عنده ثقته كبيره في العداله. لا، هذه الدور العداله، هذه اللي يبحث عليها الشعب 22 فيفري حتى الان، حقه يكون مضمون في التقاضي، ما يخافش، ما يقولش انا دوك هدايا انا راح بالدرجه نقول انا راح نشارع المير ولا راح نشارع الوالي ولا راح نشارع رئيس دائره، مستحيل. حتى هذه العقليه ربما استاذ العدلي، لما نشوفوا مثلا الناس رؤساء حكومه سابقين، رؤساء احزاب سابقين، رؤساء اجهزه امنيه عاثت طويلا يعني في الجزائر، اليوم في السجون، هذه العقلية تاع انه المواطن يبقى مكسور الجناح، ما المواطن ما عنده ما يدير والو، بين قوسين يدز معاها مثل ما يقال، هذه خلاص. هذه الحاجة المليحة اللي من 22 فيفري لا حتى المسؤولين يخافوا، مسؤولين لهم في المسؤولية اليوم، المسؤولية اللي دائما نقولوا انها تكليف وليس شريف. شوفوا المسؤولين السابقين ولا واحد كان يعتقد من الشعب الجزائري انه هؤلاء ضبط سامو تاع اللي كانوا حاكمين الاجهزه الامنيه ولا وزراء. عندنا اثنين رؤساء حكومه سابقه، عندنا حكومه بحد ذاتها راهي ولا في سجن، رؤساء احزاب. هذا الدرس اللي كل مسؤول راه يجي ولا راه في المسؤوليه الحالي، احذر غضب الشعب، احذر غضب الشعب وثقتنا في العداله. احنا ما نقولوش عداله انتقاميه ان شاء الله تنتقم لك خصوص باش تردي الشعب، لا لا، احنا نقولوا كي تكون عداله قويه. تشيرشل معروفه، تشيرشل زعيم بريطاني، هو يموت وجاو ليه يضحك، ما الذي يضحكك؟ لازم خذت لك عداله قويه، انا راح نموت وانا هاني، هاني بالدرجه تاعنا، انا راح لقبري وانا نخلي العداله، نخلي عداله بلادي الانجليز قويه. وحنا هذا هو الامل تاعنا ان شاء الله، فتح صفحه جديده في ميدان الحريات. أيضاً الوزير ايضا ربط العداله بالواقع الراهن اليوم، قال انه ثمه مراحل معينه في حياه المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضروره الى مربط كل الامال والى بوصله تؤشر شعرتها الى سلامه الاتجاه او انحرافه. يعني المجتمع اليوم حسب قصد الوزير زغماتي ينظر الى العداله، في حاله ما اذا كانت العداله تمشي بالطريق الصحيح في الاتجاه الصحيح وبالطريقه الصحيحه هو يكون مطمئن على المرحله، اما اذا شاف لي زيكزاك مثل ما يقال انحرافات في العداله يقلق حول المسار برمته، مش فقط العداله كلش. القطاع الحساس او عصب الدوله هو قطاع العداله، هذه متعارفه في جميع الدول وخاصه في الدول اللي احنا الدول الغربيه الديمقراطيه العريقه في العالم. هل رايت قضاه يتعرضون للضغوطات؟ هل رايت وزراء يدخلوا في عمل الوزراء؟ لا، العداله العصب الحيوي في اي دوله. احنا نتمناو ان شاء الله عهد أن يفتح عهد جديد في الدولة الجزائرية وفي قطاع العدالة. أما سيد الوزير المحترم ركز على كلمة الفساد، الفساد الفساد، نعم الفساد نخر المجتمع الجزائري في كل القطاعات، ولا قطاع من 20 سنة بعد كنا نعاني من العشرية على الإرهاب، كان الإنسان الجزائري يحوس يعيش برك، يحوس على الأمن برك، ما يسمعش كلمة رصاص ولا راه مدبحو. جات البريودة تاع 20 سنة هادية اللي اشتهرت بعشرية الفساد، عشرينية الفساد. انهب وهرب، ما تهربش ريح. أنا تمنيت لو كان المال اللي داوه ما هربوش، خدموه هنا، ولقاوه الناس هنا، وخدموه فنادق هنا ماشي في إسبانيا، وخدموا طرقات مليحة هنا، وخدموا روضات هنا. مؤخرا في حوالي اسبوع سمعنا 15 جريمه قتل، سمعناها مؤخرا، سمع 15 جريمه قتل في 10 ايام في الجزائر. هذا ارهاب اخر، من المتسبب بطريقه او بطريقه اخرى عن مثل هذه الدوائر. الانسان 20 سنه اللي فاتت انهيار منظومه الاخلاق والتربيه والتعليم والاقتصاد، المسؤولين عليها هذو ما لازم يتحاسبوا. وبالتالي إذا عودنا وفتحنا صفحة جديدة وقلبنا صفحة على الماضي، ما نقطعوهاش، نقلبوا هذه الصفحة بما فيها من مساوئ ونروحوا نفتحوا صفحة جديدة قوامها
دولة الحريات ودولة القانون ودولة والمساواة بين جميع المواطنين. ما كانش فرق بين الوزير والفقير والحقير والنائب وكل الناس متساويين. لكن ترى أنه ربما بيان نقابة القضاة الأسبوع الماضي حول بيان وزارة العدل الذي أعلن فيه عن إنهاء مهام قضاة وإجراءات بخصوص مسؤولين آخرين يعيدنا إلى طرح سؤال قديم جديد، استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. ما رأيك أنت في القرار، في طريقة إعلانه وفي ردة فعل القضاة حوله؟ هو هذا مطلب دائما وأبدا ينسيستوا عليه الناس وركزوا عليه الناس ويلحوا عليه جميع فئات المجتمع. السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة على السلطة التنفيذية، هذا مطلب ملح لما فيه من مزايا. لكن إحنا عندنا وزير العدل عنده صلاحيات في هذا، هو رأس القطاع وزير العدل. وإحنا كان الوزير بالقاسم الزغماطي أوتي به في هذه المرحلة ليس عبطا، لأنه أنا حسب رأيي المتواضع أنا أرى أنه رجل المرحلة، لأنه راح يعطي قوة للعدالة، راح يعطي دفعة للقضاة الجدد. اللي قلت لك هو حتى أنه قلت لك تحدث بوضوح ملحوظ وبصراحة خصوصا كلمته أمس حول العدالة وحول الفساد وحول الإدارة وحول، قال يعني تصريحات جريئة وصرح بأن الفساد تغلغل في الإدارات الجزائرية جميعا، وظاهرة الفساد والرشوة يجب محاربتها بكل ما أوتينا من قوة. هذه جرأة لما يتحول يقول لك ما أصبحت الإدارة هي التي يلجأ إليها الفاسدين والمفسدين حتى يحولون الأملاك العامة والخاصة إلى حوزتهم. نعم. يعني هذا تصريح خطير. يعني أصبحت الإدارة ليست أداة بيد السلطة والمواطن لخدمة المصلحة العامة، أصبحت لخدمة العصابة. هذا ما ننتظره من قطع العدالة. نتمنى وهذه التصريحات اللي قالها الوزير المحترم نتمنى وإن شاء الله تلقى صدى عند القضاة ويحاربوا هذه الظاهرة بمعية المواطنين، لأن القاضي وحده ما يقدر يدير والو. أنا قلت لك القاضي هو فرد في منظومة تاع العدالة وش فيها؟ فيها المحامي وفيها القاضي وفيها كاتب الضبط وفيها، فهمتني؟ والمواطن هو جزء منها. احنا نتمنى وإن شاء الله مساعدة المواطنين وأجهزة الدولة جميعنا في مكافحة هذه الظاهرة التي نخرت المجتمع الجزائري، ظاهرة الفساد في الإدارة الجزائرية خاصة في 20 سنة. ركز على السيد الوزير على نقطة هامة، نهب المال العام والخاص إلى جيوبهم. علاه؟ من المتسبب؟ هل عندنا هل الإشكالية كانت في غياب القوانين؟ هل سياسة الردع ما درناهاش؟ هل في عدم تطبيق القوانين؟ احنا هنا هذا هو الإشكالية. احنا لازم المرحلة هذه الجديدة نطبق القانون بصرامة وبدون أي عاطفة على جميع المتورطين في القضايا تاع الفساد. يعني مش هذه الظاهرة نحبسوها نقطعوها. سوف نناقش ربما دور الإدارة وكيفية إصلاح الإدارة، وأيضا في قنوات استرجاع الأموال المنهوبة التي قالت رئيسة مجلس الدولة سيدة فريدة بن يحيى أنها من الأولويات الملحة للعدل. لكن هذا بعد فاصل قصير ضيف الكريم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا، أنتم تتابعون الجزء الثاني من حلقة اليوم من البلاد اليوم، طبعا رفقة الأستاذ سليمان العلالي الذي نرحب به مرة أخرى، الناشط السياسي والحقوقي. تحدثنا حول تصريحات وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي، والذي أشار فيها إلى ضرورة الحفاظ على قيمة استقلالية القضاء وأنها لا تعني الحرية للقاضي أو أي امتياز، بل هي مسؤولية مفروضة عليه وتلزمه الحياد. طبعا الوزير أيضا تحدث أمس أستاذ العلالي حول الإدارة وغول الإدارة ووحش الإدارة، ويعني وصف وشرح الأمر تشريحا جريئا ودقيقا. اليوم المشكل أستاذ، كيف يمكن هذه الإدارة، كيف يمكن أن نبنيها؟ وش راح نعود نريبوها ونعود نبنيها من جديد، نعود نشفيوها، نعود المنظومة القانونية في الجزائر يقول لك منظومة كبيرة وثرية وموجودة وغنية جدا، لكن التنفيذ الوزير قال تحولت إلى أداة للفساد والإفساد. ما العمل؟
المشكل في الدهنيات. انا ارى ان المشكل في الدهنيات لان المشكله تعود الى الدهنيات. هذه لازم نعاود نديروا شعب جديد، نديروا موظف جديد. ايه هي مطلب الشعب من 22 فيفري الى اليوم كي راح للتربيه والتعليم ماهوش عبثا. لازم احنا ما نقولوش كل ما في الاداره فاسد، الكل دائما التعميم ظاهره ماهيش مليحه، لكن الاغلبيه اللي راهي الان في الادارات والمشاكل في الادارات والفساد اللي في الادارات من المسؤول عليه؟ هل المنظومة القانونية؟ القانون منظومتنا القانونية تارية بل وغنية من أحسن الدول من ناحية القانونية الجزائر. المشكل هل في تطبيق عدم تطبيق القوانين؟ هل المشكل في العدالة؟ هل المشكل في القضاة؟ هل المشكل في المتقاضين؟ هل المشكل في المواطنين؟ هل في المشكل اللي ما كانش يبلغ على الفساد؟ طبعا مش كان ظاهرة التستر على الفساد والمفسدين. احنا هنا نفتحوا فترة جديدة إن شاء الله ونقولوا على خدك المشكل في الدهنيات. هي المشكل انه نتمناو من الجيل الصاعد وخاصه الشباب وهم عماد المجتمع وهم قوام الدوله وان شاء الله من القضاة الشباب. هذا راح ياخذ وقت يا استاذ، هذا راح ياخذ وقت حتى نعيد جيلا جديدا بذهنيات جديده. لا 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 والله ما والله ما يطلب حوالي 3 سنوات 4 سنوات مشكلة تتغير. هذا نفلاشيوهم لا مش يكونوا. احنا ما نتمناوش، احنا ما نستناوش الجيل اللي في البريمار ولا الجيل الشباب اللي هذو الطلبه اللي في الجامعات 4 سنين 5 راح يكونوا فيه، راح يكونوا اطارات في الادارات. هذا الشيء اللي في الجامعات وراهم يخرجوا، كانوا يخرجوا كل ثلاثاء طلبه الجامعات. هذا الجيل 3 سنين 4 سنين راح يكون هو اللي يصير في الاداره. نتمنى المطالب تاعو اللي كان ينادي بها في الشارع كليتو بيد السراقين وكفانا حقره وكان كفانا هو ثاني ياخذ مبادره ان شاء الله. نتكلوا عليه نعتمدوا عليه ونعطوا له المسؤوليه، ماشي كي يلحق 50 سنه باش يقولوا هاو الشاب هذا عطينا له منصب. لا لا 27-28 سنة إن شاء الله يكون إطار في الإدارة وهو يخدم ويكافح الظاهرة اللي خرج من أجلها. وهذا هو المشكل اللي قلت لك، المشكل في الدهنيات والمشكل في الإرادة. لازم تكون عندنا إرادة، لإرادة سياسية وإرادة قانونية في مكافحة هذه الظاهرة التي نخرت مجتمعنا وللأسف، ونتمنوا إن شاء الله. وهل تتصور ربما أن هذا الناس الذين تعودوا على أن تكون هذه الإدارة وسيلة للنهب وسيلة لتملك ما ليس لهم فيه حق راح يتخلوا على هذه الإدارة؟ يعني هذا الكهف كهف مغارة علي بابا اللي معمرة بالكنوز ومعمرة بالطرق ليس أنا كيفاش راح يتخلوا عليها؟ يعني هل يتركونها وشأنها؟ معروف أن الإدارة توصف بأنها الدولة العميقة، لو تبعث كل المسؤولين السابقين إلى السجن تبقى هذه الدولة العميقة، هذه الإدارة، هذه القنوات الخلفية تعمل. وصارحك بكل صراحة أنه ليس بالأمر سهل، مستحيل مستحيل يخلي لك إنسان اللي كان ينهب في مكان يجي لك يتساهل لك عليه ويقول لك ديه. أنا أقول لك المسؤولية مسؤولية الجميع والمسؤولية مشتركة. إحنا لازم تكون عندنا بشبابنا بإطاراتنا بنخب المجتمع بالأكاديميين بعلماء اجتماع. هذه ظاهرة حقيقة، ظاهرة علم الاجتماع يدرسها. ظاهرة الفساد كيفاش قبلنا بالفساد؟ كيفاش خليناه ينخر المجتمع الجزائري؟ قارنوا أنفسنا بدول إفريقية، ما نروحليش نقول لك دول عربية شقيقة، دول مثل رواندا أوتوبيا والله تشوف النهضة تاعها. رواندا اللي كانت حرب آلية بين الهوتو والتوتسي، قبيلتين تقاتلوا مليون فيها مليون قتيل. روحوا تشوفوا النهضة فيها، روحوا تشوفوا الإدارات الطرقات تاعها. اثيوبيا اللي كنا نحن نضحكوا عليهم نقولوا مجاعه. سيراليون خدمنا. نعم هذه ها سيراليون الدوله اللي نقول عنها رموز للحرب الاهليه للمجاعه للايبولا لكلش. اصبحت هذه الدول اليوم استطاعت فعلا تكون اللي احنا في فتره من الفترات مسحنا عليها الديون. في فتره من الفترات قلنا هذه دول فقيره نمسحوا عليها الديون. اين هي واين نحن؟ هل نعاودها لك؟ المشكل يجب ان يطرح حتى في علم الاجتماع. هذه ظاهرة اجتماعية تاع الفساد. يعني حتى احنا يمكن ننظموا ونحي وننفض لنا غبار المرحلة السابقة. ان شاء الله الشعب اللي ابهر العالم وخرج بطريقة سلمية حضارية وما كسر حتى زجاجة وخرج بالملايين في 48 ولاية، هل تعتقد انه راح يجي منه الشر؟ احنا نقولوا لا ان شاء الله جاي منه الخير. وشنو؟ بتكاتفنا بإرادتنا بوحدتنا والنحو الذاتية والنحو الشخصانة والنحو الأنا، كل واحد يقول أنا وأنا، والنحو الجهوية ونفوصي ولا ما تقدموش. يعني لازم الحراك، كل واحد في مهنته عنده حراك فيها. كل واحد في مهنته يبدأ بروحه. بارك الله فيك. هذه كل واحد كل تغر في مكانه. كل واحد في الميدان تاعو يثبت أهليته وأحقيته. وهنا نروحوا لحد المبدأ. وشنو هو المبدأ؟ ماشي مبدأ الولاء للأشخاص كما كانت التعيينات في الإدارات. المبدأ الأهلي الكفاءة.
اللي عنده حقية وعنده شهادة وأهل لهذا المنصب هو اللي يكون، مش تعين اللي يواليك كشخص ولا كوزير ولا كإدارة ولا كأمين عام، جيب اللي يعاونك ولا تجيب اللي الشرطة تاعك ولا تجيب فاميلتك ولا تجيب ولا تجيب صهرك ولا قارب تاعك. كما كانت 20 سنة الجزائر تسير من طرف عائلات واش حبيت يجيك من عائلة سبحان الله اقطاعيات برجوا أمام ملك في حين أن الجزائر مبدأها في أول نوفمبر هي جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية. نعم، ربما نمرد الآن أستاذ إلى ملف آخر، ملف مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. اليوم رئيسة مجلس الدولة سيدة فريدة بن يحيى قالت من البويرة عقب حفل تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء البويرة، قالت بأن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من الأولويات الملحة للعدالة. مجلس الدولة هو من الهيئات تابعة لقطاع العدالة التي ربما لها دخل مباشر في هذه القضية. اليوم نبحث حول استرجاع الأموال. الآن السؤال، لأن بداية مسار استرجاع الأموال سؤال مطروح، كيف أين هي الأموال وكيفية استرجاع الأموال؟ ما هي القنوات في الداخل وفي الخارج؟ صح. هل فعلا هذا السؤال سؤال روعة، لكن هل الإجابة عنه كيف ستكون؟ أين هي الأموال؟ معظم الأموال مهربة في الخارج. معظم الأموال المواطن البسيط اللي يسكن في إليزي وتسمسيلت وشلف وجيجل وبجاية وفي الجور والقرى النائية يهمه هذا السؤال. يقول لك أنا كي واحد من هاد المسؤولين يروح بعشرين سنة ولا بعشر سنين ولا أنا وش يهملي الأمر، يعني هو وعائلته أو بعض لا يقول لك أنا وش يهملي. نعم هو الحاشية القريبة اللي تعنيه وربي يكون معاه، لكن المواطن البسيط اللي يعيش التهميش والفقر وما عندوش طريق وما عندوش مسيد وين يقري ولاده وما عندوش وين مرته تزيد في المسيلة، هذا وش يعني كيفية استرجاع الملايير هذه باش نعودوا على الأقل نديروا بها مشاريع تنموية؟ هل تونس أو مصر اللي سبقونا أو ليبيا استرجعوا هذه الأموال؟ إجابتي ستكون للأسف إلا حوالي 30% منها، لأن القضية إشكالية قانونية كبيرة. إذا كان عندك اتفاقية مع الدول اللي مهربين فيها الأموال ما يكونش إشكال، اتفاقية قال بحكم قضائي نديه له نعود نسترد الأموال باعتبار أموال المال. وهل هؤلاء ربما تجنبوا هذه الدول اللي عندنا معها اتفاقيات؟ نعم. شوف يعني على باله عنده هو يقول لك أنا أريد أن أحول مبالغ إلى الخارج، أعطوني يا مستشاري القانونيين لا. قائمة الدول التي أستطيع، يعطوا له رقم الدولة هذه مستحيل يقدروا يرجعوها بأي حال. مستحيل تسترد، هما كانوا عارفين وين يهربوا الأموال تاعهم، كانوا واحد الوقت يهربوا الأموال تاعهم فرنسا، عادة تهريب الأموال يكون إلى فرنسا، إسبانيا، سويسرا، البنوك السويسرية. هناك بعض رجال أعمال أموالهم هربت حتى أمريكا اللاتينية. تتعجب أنت لو كان نقول كاين بعض الأموال في البرازيل والأرجنتين والإكوادور والشيلي، لأنهم عارفين 100 سنة متى ما تجيبهاش عليك الأموال راحت. هذا هو الإشكال. إذا كان عندنا اتفاقية مع الدول اللي يقول لك البعض، هل هذا العالم ربما الذي تربطه منظمات قضائية وشرطة دولية وهيئات وأنتربول ولست أدري واتفاقية. يعني تفهم يعني لحمك تشوك، هو غاب لهذه الدرجة يعني راحوا دراهم بح ننساو وعظم الله أجورنا فيهم؟ حقيقة كاينين هذه المنظمات، لكن ما هو اللي يحكم العالم الآن هي لغة المصالح. ما كاش ما كان في السياسة الخارجية هي كان مصلحة بين دولة ودولة. أنا زيد نأكد لك أمر، لو كان كل أموال في دولة، نعطي مثال في دولة بار إكزومبل نقولوا إسبانيا، وإسبانيا عندنا معها علاقة سياسية جيدة، يمكن تعطيهم منها لأن مصلحتها مع الجزائر تقول أنا باش من سيكوا 3 مليار دولار ولا 4 مليار تاع إنسان رجل عمل مع ربهم التم ولا بانيهم لزوتيل، قال هايلك ماشي مشكل، لأن مصلحتها السياسية والعلاقات الاقتصادية مع الدولة أكبر من 3 مليار دولار تعطيهم لك. أما إذا كانت المصلحة تاع هذيك الدولة ما نمدلكش هذوك الأموال، ومعظم الأموال هربت كذلك إلى بنوك سويسرية، وسويسرا نعرفوا سويسرا جيب كان طرق باش تعطي لك الاموال، طرق صعبه جدا. حنا نتمنى ان شاء الله نسرعوا الاجراءات، هي تحقيقه تاع الاجراءات التقادر راح تكون طويله شويه. سد العلالي، هؤلاء الشخصيات المتهمون بالقضايا الفساد او بتهريب الاموال راهم موجودين عندنا، راهم في السجون، راهم في الحراش معظمهم، ممكن حتى هما يديروا معهم جلسه ويعلنوا فيها عن اتفاق معين سهل الأمور، راح نعطوك تسهيلات قضائية، ما تسهلش الأمور سوف عادة نتعامل مع الموضوع. عادة أنت ذكرتني بمشروع سعودي ريس كارتون داهم للفندق رجال أعمال، هذيك تكون عادة قبل المحاكمات، قد نعرض عليك
بعد الضمانات وبالك ربما احتمل حاكمكش ولا حاكمتك تدي بالك حاجة خفيفة، لكن شرط تعطيني الأموال كامل ولا تعطيني 90% منها. هذا حتى في السعودية عرض العرض مقابل ترجع الأموال اللي ديتها ولا اللي نبتها. لكن هم الآن في السجن لا يمكن أن نتفاوض معهم باش يرجعوا يقولوا لك نعطيك الأموال مقابل حريتي. هي إجراءات مشات العدالة انطلقت، احنا هنا هنا مرحلة الإجراءات تحقيق سمع شهود سمع حتى اللي كانوا في الضحايا شركات أشخاص وهما اللي كان في خيار آخر ربما حطوهم في الوراسي ولا في الشيراتون ولا وين الحراش ويا ربي لا ندوم الغابة أبو شاوي إن شاء الله. احنا الإشكالية الإشكالية إن شاء الله وراهي أنا أتمنى أن تكون هي مشي سرعة يكون نوع من السرع في الإجراءات لأنه ملفات مكافحة الفساد تطول عادة وفيها خبرات والخبرات طول وهذا الشيء اللي وهذا هو الشيء اللي ما ناش حابين احنا تضرب تحقيق عامين ثلاث سنين ربع سنين ديك القضية تميع فهملي ونتمنى إن شاء الله من هؤلاء المتهمين اللي راه متهمين حاليا مع ما نقولوش مدالين المتهمين هذوما الحاليا نتمنى إن شاء الله يكون عنده من الشجاعة مش معناتها من الشجاعة باش يتعاونوا مع القضاء يتعاونوا مع القضاء ولا ربي سبحانه وكيتوب توبة نصوحة يغفر لك على بلادك ولا العدالة ما تكونش متسامحة معك وفي الداخل بصح وشنو أعطينا الأموال ورينا وين راهم الأموال ورينا وين راهم في البنوك وين راهم في الشركات الوهمية لأن هناك شركات وهمية أعطينا أسماء الفنادق اللي راهم اللي بنيتوهم بأموال الشعب نتمنى إن شاء الله يكون عندهم من الشجاعة راح نجوزوا فيهم لي فاكونس باطل زعما لا نديروا الفنادق هذوك نديروهم تاع الحراقة اللي ما عندهمش نبات يروح يباتوا فيهم على الأقل يربحوا الناس اللي خلات بلادها وهربت يلقوا وين راح. نعم لما تقول رئيس مجلس الدولة أنه هذه الاسترجاع هو من الأولويات الملحة للعدالة ماذا يعني هذا؟ يعني أنه المطلب بتاع العدالة ما يهمهاش أنه إنسان يدي 10 سنين ولا 5 سنين ولا البراءة ولا الإعدامة يهم الأكثر من ذلك كيفية استرجاع الملايير هذه اللي قلت لك باش بيها نعود نديروا الطفرة راهي ملايير انت هما كي السؤال هذاك تاع 1000 مليار انا طرحت السؤال هذا ربما قبل يومين او ثلاثه مع خبير هنا في الاقتصاد قال لي هناك امر اخر اهم من حتى من استرجاع هذه الاموال اللي تروح في الفساد بصوره مباشره قال لي الضرائب اللي ما راهيش يتم احصاؤها ودفعها لو نسترجعوها اكيد راح نكونوا في راحه ماليه ماديه لفترة مليح تعاود ترجع يعني فقط يعني النهب هو نهب أخذ هو عقب حق هو حق أنا معك عاود ترجعتني إلى الذهنيات اللي كان ما كانش يدفع الضرائب في الفترة السابقة موظف بسيط أو تاجر بسيط يقول لك أنا جاتني ليزامبو 30 مليون 40 مليون في العام ولازم ندفعها ومسكين ويحلي وهذاك اللي عنده الملايير وما يدفعش الضرائب كانوا يعفوا من الضرائب كان الناس تعفى من الضرائب هذه المشكلة اللي قلت لك كي نولوا للمبدأ الأولي وهي إرساء دولة الحرية والقانون لهذا اللي عنده حانوت صغير بوتيكة صغيرة يخلص الضرائب وتجري موراه وتغلق له كذا ويتابع قضايا كما يخلص مصانع وبلاوي سودة ما تهدرش معه أيوة هذه اللي قلت لك هدفنا نحن دائما لنشدو إرساء دولة القانون والمساواة بين جميع المواطنين أهنا نولي رجل الأعمال ولا اللي عنده شركة ولا المتاجر الصغير ولا الموظف البسيط تخلص الليزابو تخلص الضرائب تاعك لأنها تروح الخزينة العمومية وبها نخدموا البلاد أنت قلت لي في الخارج صعيبة صعيبة جدا وتعطيت لي أمثلة لدول لم تستطع أنها تسترجع أموالها مثل مصر وتونس وما إلى ذلك في الداخل أنه حتى أنه العقارات والممتلكات في الداخل الخريطة في الفساد أيضا كبيرة يعني في الداخل اللي صارت في الداخل هناك إشكالية واحدة وشنو هي؟ هي أنه معظم العقارات تاع الناس هادو رجال الأعمال ولا الوزراء ولا ما يخلوهمش على أسمهم على أسماء العائلات تاعهم هذا اللي هي إشكالية حنا نتمناو إلى العدالة سرعت في الإجراءات وروحنا أو يعني نظرية المدام دليلة واحد واثنين وثلاثة وربعة كان ألف دليلة غير كان جد دليلة واحدة نقدروا لها أمكن ألف دليلة هذا هو الإشكال هم اللي تلقوا مسؤول يروح يكتب عقار تاع 20 مليار على واحد في عمره 23 سنة الابن تاعو لو كان عملوا المنطق 23 سنة كيف شرى هذيك العقار أحد رجال الأعمال شحال 50 مليار على بنته اللي في عمرها 5 سنين نعم يعني في كل عام عندها 10 ملاير نعم وللأسف وللأسف يقول هذا الجزائر العادل يعيش 5000 مليار سنة ما يجمعش هذا المبلغ وللأسف هذا هو الجشع هذا بمنطق الأخلاق خلينا من السياسة وخلينا من القانون ما نأخذ احتر منطق الأخلاق
كنهب لهالدرجة تنهبوا الأموال لهالدرجة وكاين الناس مرمية في الطريق. وتعامل القانوني مع هذا ممتلكات هي يعني عيني عينك راهي بين تحويل أموال وأنها ليست بالأموال الملكية الشرعية ومكتوبة على أشخاص آخرين من نفس العائلة. كيفاش يتعامل معها القضاء؟ هي لا القضاء أقول لك إجراءات هي هذه إجراءات هي في الشركات يعينوا مصفي حارس على الأموال فيما يخص هذه العقارات اللي نلقاوها كما أعطيت لي إكزامبل طفلة في عمرها 5 سنين عندها 50 مليار حاجة غير منطقية حاجة ما تدخلش العقل هذه تعود البابعة الوالد نتاعها. الإجراءات هي له مباشرة للحجز. احنا الاشكاليه الكبيره اللي راح نواجهها هي مشكله الوقت. مشكله لو كان نروحوا الاجراءات القانونيه تاخذ وقت طبيعيه لو كان نسرعوا بزاف ربما نهضموا حقوق تاع متقاضين وحقوقهم هم في الحبس. انا نتمنى ان شاء الله هم راه من اليوم في الحبس كامل عندهم نخبه من المحامين خصوصا نخبه من المحامين المحترمين من القانونيين ان شاء الله يصاروا على احترام الاجراءات والقضاة إن شاء الله يكونوا محايدين والعدالة نتمنى القانون يطبق بحذافيره وبالتجرد من كامل العواطف والشخصية خصوصا أنه ربما في قضية السرعة أو التسرع في التقاضي وفي المسار القضائي عندنا واحد المنظمات الغير حكومية الدولية هذه اللي راهي موجودة Human Rights Watch, Amnesty International, ما على باليش هذا الاتحاد منا يعني شوفوا جرائم وإبادة جماعية في دول أخرى ما يتحركوش. الجزائر يبقى نعمل إجراءات القضاء والتقاضي في ناس يعني سلبوا ونهبوا واختلسوا هذا هو الإشكال تاع المنظمات الغير حكومية هذه معظمها تابعة لمخابر أجنبية. إذا كنت إلا أنت تغاضت عينيك عما يحدث في بورما على الأقل وما يحدث في اليمن أو ما يحدث في دول هنا وهناك أو التمييز العنصري الذي تعرض له المسلمين في فرنسا في دولة عريقة وديمقراطية وما تعرض له البطالون هنا في الجزائر بسبب ما اقترفت هذه العصابة بسبب ما اختلفت هذه العصابة. لماذا تسكت لا الإشكال مطروح لماذا تسكت على دول بعينها معروفة بتمييز ضد الناس والمشاكل اللي صار فيها وتروح أنت لا جيت تبحث لي على عينات هنا تبل بلي باش ان عندك نيه خبيثه ماشي نيه صافيه مع احترام لهاد المنظمات اللي كنتي تخدمي في مجال حقوق الانسان اخدمي ماشي اشكال لكن الكيل بمكيالي. ومثل ما يقال يعني اذا كنت انت ترى ما يحصل في فلسطين المحتله ولما تدين تتعامى عن مقترفات الاحتلال وتتهم المقاومه الشريفه الحره بالارهاب فهنا الامر مفهوم ولا داعي للكلام كثيرا. استاذ العلالي في رايك المتابعات القضائية إلى أين هي ماضية في أقل من دقيقة؟ هل أنت مستبشر فعلا رغم الصعوبات رغم أنك قلت أنه استرجاع الأموال بطريقة صعبة وتأخذ وقت عموما كعملية هل أنت من نسبة تفاؤلك فيها؟ والله غير حوالي تلحق حتى تفوت 70% إن شاء الله. أتمنى من رجال القضاء بكل أطيافه أن يكونوا على قدر المسؤولية اللي الشعب الجزائري راه يستنى فيهم. هذا ما كان ما تخيبوش إرادة الشعب وما تخيبوش طموح الشعب في بناء دولة الحريات في بناء دولة القانون في بناء دولة المساواة وتجردوا من كامل الشخصية تاعكم الأنانية تاعكم وما تخافوش الضغوطات لأنه من يحمي الوطن دائما بما فيه قطع العدالة هو الشعب هو السيد في هذه البلاد ما كان حتى واحد والعدالة هي العصب القوي في البلاد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك جزيل الشكر الأستاذ سليمان العلالي الناشط السياسي والحقوقي كنت ضيفي في حلقة اليوم. كما أشكركم مشاهدينا على كرام المتابعة ألقاكم بحول الله غدا سلام الله عليكم.